ممكن هيك قالوا لي الناس، انا والعائله اجتمعوا عائلتها وعائلتي عملوا صلح رجعوا مع كل شيء صار. رجعت رجعتها بالفتره رجعتها اياها كمان صار حمل بعد 6 شهور 7 شهور صار حمل ببنت ثانيه. رجعت لقصتها الاولانيه واكثر. حتى بالاخير انا كنت تكب عندي شويه مصاري بشتغل لسفارات وكذا وهي وبالخليج. فعندي 800,000 دولار بالبيت حاططهم بالخزنه. مفتاح الخزنه مع 800,000 دولار. 800,000 دولار؟ دولار وي حاططهم عندي بالبيت. فاخذتهم ومشيت وما تعرفت وين انا. قمت انا وكلت محامي وطلقتها غيابي. عرفت كيف؟ فالفتره هي اللي صار فيها الطلاق وكذا، صارت بدها تعطيني الاولاد تخلص منهم لانه وقت رحت اخذتهم معهم. ما قدرت اتركهم بالبيت لوحدهم. فشو عملت صارت تصور لي الاولاد تبعت لي صورهم وعيون مخزقه وكذا وعم تشحد عليهم.